كتير شايفين إنها ممثلة كويسة في البرامج على عكس أدائها في المسلسلات. إزاي ممثلة كويسة في البرامج وأنا مذيعة رقم واحد في مصر؟ رغم هدوءها الشديد إلا إن حياتها كلها صراعات. الصراعات والقضايا دي بس على الورق، لكن أنا حياتي كلها خير في خير الحمد لله. يعني مشاكل، قضايا، محاضر، جرائم، سحر، شعوذة. سحر والشعوذة مش جوه البرنامج، السحر والشعوذة حوالينا، وكل ده تحت اسم صبايا وكمان الخير. هو خير انك تشفي حد من مرض ربنا ابتلاه بيه، اكيد ده خير. مساء الخير اعزائي المشاهدين، اقدم لكم الاعلاميه منى عبد الوهاب والاعلاميه ريهام سعيد. الإعلامية ريهام سعيد منورة حلبة مصارحة. أهلا بيكي، أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام؟ الحمد لله. شوفي بقى، الوشوش دي كل وش فيها بيحمل صفات مصارع. وإنتي مش بس حياتك، ده كمان برنامجك مليء بالصراعات. لما تصارعي تبقي مين من الوشوش دي؟ بصي، هو أنا كل الوشوش دي كلهم؟ بس بس اكتر حاجه انا بشوفها فيا يعني ان انا مضحيه، بس انا كل الوشوش دي فيا كلهم بنسب. طبعا، بس ابرز صفه مضحيه. في صراعاتك بتضحي؟ في صراعاتي بضحي طبعا. بتضحي؟ عشان كده ابقى صريحه معاكي. هتضحي وتبقي صريحه؟ هضحي وابقى صريحه. انا اخترت لك صاحب ضربات ناعمه، ضربات بس ناعمه بالراحه من تحت لتحت. هي بالراحه صح؟ بالراحه. هنبدا الجوله الاولى ونشوف مضحي ولا صاحب ضربات ناعمه.